السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس طبعا في الدرس السادس. شكرا يا رب. بعد أن استقرت أسرة أحمد في بيتها الجديد وانتهت من تنظيفه وترتيبه، جلسوا لتناول القهوة والحلوى العمانية، فدار بينهم الحوار التالي: أحمد، شكرا لك يا أبي لأنك بنيت لنا هذا البيت الجميل الواسع. الأب: بل نشكر الله تعالى يا بني، فهو الذي رزقنا المال، ولولا فضله علينا وتوفيقه لنا لما بنينا هذا البيت. أحمد: الحمد لله والشكر لله تعالى. الأم: اللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمك الكثيرة التي لا تحصى. هنا أستنتج: أشكر الله لأنه خلقني ورزقني نعما كثيرة. أعبر عن شكر لله باللفظ فأقول الحمد لله. طبعا هنا يقوم الطالب بكتابة رزقني والحمد لله. أما في صفحة 45، أتعلم وأطبق، أصل بخط بين النعمة ومظهرها وشكرها. هنا أنا قوي فأساعد الناس، وأنا غني ولدي مال فأساعد الفقير، أنا عالمة فأشرح للطلاب هذا العلم. هذه هي إجابات صفحة 45. أما في صفحة 46، هنا نتأمل نعم الله الواردة في الشكر، ثم نختار إحدها ونتحدث عنها أمام زملائي. طبعا هناك نعم كثيرة، فنعمة الفواكه، الله سبحانه وتعالى رزقنا الفواكه فنشكر الله تعالى على هذه النعمة. وأيضا نعمة البصر، يجب أن نرى الأشياء الجميلة وليس الأشياء المحرمة لكي نشكر الله تعالى على نعمة البصر. وهنا أيضا لدينا نعمة الماء، فيجب على الجميع أن لا يسرف بالماء ويحافظ على هذه النعمة. وأيضا لدينا نعمة السيارة، فالسيارة تصلنا إلى جميع الأماكن، فهنا نشكر الله تعالى على نعمة السيارة. وأيضا هنا نعمة اللمس، وأيضا حمل الأشياء وغيرها، فهذه نعمة اللمس والحمل، فنشكر الله تعالى على نعمة اليد. وأيضا نعمة العائلة، فنشكر الله تعالى على نعمة العائلة. هذه هي إجابات صفحة 36. فالآن ننتقل إلى صفحة 37. أختبر تعليمي. النشاط الأول: أكمل الفراغ بوضع الكلمات المناسبة في أماكنها الصحيحة. لدينا في السؤال الأول: عندما يساعدني زميلي في فهم الدرس أقول له، طبعا هنا أقول له شكرا. عندما أتفوق في دراستي أنسب الفضل لله وأقول الحمد لله. أشكر الله تعالى على النعمة بالقول وأيضا الفعل. هذه هي إجابات صفحة 37. فالآن ننتقل إلى صفحة 38. ضع علامة صح على السلوك الصحيح الذي يمثل شكر الله تعالى على النعمة. طبعا هنا أشكر الله تعالى على نعمة الطعام، وأيضا هنا ندعو الله تعالى فنشكره ونصلي. هذه هي إجابات صفحة 48. أما في صفحة 49، أذكاري. عندما أستيقظ من نومي أشكر الله الذي وهبني الحياة فأقول الحمد لله الذي أحيانا
بعد ما ماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور. هذه هي جميع الإجابات لدرس شكرا يا رب. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الأول لتعم الفائدة، وأيضا أتمنى الاشتراك في القناة، وشكرا.